انفجار كبير وغامض ذاك الذي هز مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، وصفه محققون بأنه غير مسبوق داخل البلاد. في آخر تفاصيله يقول عمدة ناشفيل إن الانفجار القوي الذي هز صباح الجمعة وسط المدينة مع حلول عيد الميلاد نجم عن تفجير قنبلة، في حين أكد قائد شرطة المدينة العثور على أشلاء يعتقد أنها بشرية قرب موقع الانفجار، دون أن يجزم بشأن ما إذا كانت الأشلاء تعود لمنفذ التفجير أم لأحد الضحايا. ولكنه أشار إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث يمثل تفجيرا متعمدا. لم تتلقى الشرطة قبل الحادث أي تهديدات. الانفجار كان مفاجئا بالكامل. لا أستبعد فرضية انفجار غاز في العربة التي كانت مصدرا للحادث، لكنني أؤكد العثور على أشلاء يعتقد أنها بشرية قرب موقع الانفجار. لا أريد استباق التحقيقات، ربما كان المهاجم يستهدف التخريب وليس الإضرار بالبشر. شرطة ناشفيل كشفت جانبا من تفاصيل الانفجار، وقالت إنها توجهت إلى مكان الحادث بعد تلقيها بلاغا هاتفيا عن إطلاق نار صدر عن مكبر صوت داخل العربة التي تم الاشتباه بها، وتبعا لذلك تم إجلاء السكان من المباني المحيطة. وفق حصيلة أولية أسفر الانفجار عن إصابة 3 أشخاص وتدمير مركبات عدة وإلحاق أضرار جسيمة ب20 مبنى، بينما تصاعد الدخان الأسود في سماء عاصمة موسيقى الريف الأمريكية، في حين أعلن حاكم الولاية حالة الطوارئ في المدينة. الشرطة المحلية في ناشفيل نشرت صورة للعربة السكنية المتنقلة التي انفجرت أثناء عبورها أحد شوارع المدينة، وذلك في إطار تحقيق واسع يقوده مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI يتوقع أن يستغرق أياماً.